أمي مسافرة رايحة جنازة، وصلتها لحد الباب خبطتني فكرة أستاذة. عندي عدة وعندي ستيز، والنهاردة يوم الخميس، يعني كله في اللذيذ، ما فاضلش إلا التنفيذ. كلمت كل صحابي على طول، ما كانش فيهم حد مشغول، كله كان بيرد يقول يا قشطة يا بيس يا إما كول. كده ما فاضلش إلا حاجة بس أفضي البيت من كل العفش، أصل في ناس تبقى غاوية كسر ومش طالبة تقلب قفش. حطيت في كل حتة سماعة وحطيت سيدي هادي في بتاعة، كله جاهز للإذاعة ولسه بدري فاضل ساعة. قعدت أفكر سألت نفسي أنا لسه هفضل مستني، رحت جبت الميكروفون وصلت وقعدت أغني. أمي مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. أمي مسافرة وحامل حفلة، يعني منه ما يتذكر هذه الأغنية اللي انشهرت بالعالم العربي كله، واشتغل عليها ثلاث شباب بعمر 18 سنة وولعت الدنيا. خلينا نرحب فيهم. أكيد نرحب بفرقة MTM وتحديداً تاكي ومايكي. صباح الخير، أهلاً وسهلاً. صباح النور. يعني أنتوا بعد الأغنية هذه اختفيتوا، يعني هل يعني أمي مسافرة وحامل هل رجعت يعني واختفيتوا؟ لا احنا سافرنا. حياكم الله واهلا وسهلا. احنا في البدايه يعني ودنا نتعرف على سبب الغياب، يعني اشتقنا لكم 16 سنه، وين هالاختفاء هذا؟ اهلا بيكم الاول، واهلا بقناه MBC طبعا. اهلا صباح الخير يا عرب، واخلي مايكل بقى يجاوب على سؤال. احنا عندنا يعني برضو مشاكل انتاجيه وكده الفتره بتاعت بعد سافرنا ما نزلت، عملنا البوم بعديها اللي هو كوني بيرن. ومن بعد تليفوني بيرن بقى ما عرفناش نتعامل مع شركة الإنتاج اللي احنا معاها، فحصل مشاكل وكده، فاضطرينا ان احنا نوقف لحد ما الأمور تمشي تاني. بس كانت فترة طويلة شوية. طيب هذه الأغنية لما نسمعها لحد الحين ترجع فينا الذاكرة على طول هذيك الفترة، كلمونا عن فكرة الأغنية وكيف كان تفاعل أهاليكم معاها، خاصة أنكم كنتوا يعني صغار. تفاعل اهالينا كان يعني والله احنا اتفاجئنا ان احنا افتكرنا ان الامهات هيزعلوا مننا، بس الامهات كلها كانت مبسوطه بالاغنيه. حلو هم كمان بيحبوا الموضوع، و يعني مش عارف كسرنا حاجز الصراحه اللي بين الاهالي. بالعكس هم كانوا مبسوطين جدا. يعني كانت مفاجاه. صحيح ممكن تكون ماما اتاكدت ان احنا كنا بنعمل حفله وهي مسافره، بس عادي يعني. طيب اعترفوا كنتوا تسوون ولا ما تسوون؟ كنا بنعمل حفله بس اصغر شويه من اللي في الفيديو، يعني ما كانتش كبيره قوي. تمام. كانت على القد. طب تاكي وماكي كان معاكم عضو ثالث بالفرقه لكنه غير موجود في اغانيكم الاخيره، خلونا نشوف فيديو صغير ونرجع نستكمل الحديث معاكم. معايا بنت اخت تاكي سنت، تاكي بص وما اتكلمش، ومايكي قال لي نو كومنت. قلت لا كده. صباح الخير. صباح الخير يا مايكي. صباح الخير يا تاكي، زيكم يا رب تكونوا كويسين. انا حبيت اعمل الفيديو ده اقول لكم مبروك على الالبوم الجديد، وانا عجبني جدا الالبوم، واكثر اغنيه عجباني ارجوك ما تفصلنيش من وجهه نظري. بس وربنا يوفقكم دايما. انا دايما طبعا بتابعهم ودايما احنا بنتكلم يعني اونلاين. وبس وطبعا هم وحشيني جدا، انا في الدنمارك. انتوا فعلا وحشيني جدا دايما. اكتر حاجه وحشاني ان احنا نرجع تاني نتمرن سوا ونطلع حفلات سوا، ودي اكتر حاجه وحشاني في موضوع MTM. اكتر حاجه الحفلات، وان احنا نطلع اون ستيج سوا والوقت اللي كنا بنقضيه. بس بتمنى لكم التوفيق، جود لك ان شاء الله، وصباح الفل عليكم كلكم. سلام. اكيد انتم اشتقتوا له كمان. احنا المشكله احنا ما سمعناش الصوت محمود بيتكلم على محمود. احنا اشتغلنا محمود طبعا، هو انا احنا ما شفناش الفيديو اللي هو محمود كان يعني وجه لكم رساله انه هو مشتاق انه تتمرنون مع بعض وترجع اعمالكم من جديد. هل ممكن نشوف انه عمل يجمعكم مع محمود قريب؟ والله هو محمود بس عشان هو مستقر هناك وحياته كلها هناك، فهي دي احنا كنا اول ما رجعنا كنا نازلين 2015 محمود كان اوريدي كان معانا، جربنا شويه فتره ان احنا نرجع تاني ثلاثه ويبقى هو بينزل من السفر يسجل ويرجع. بس كان الموضوع صعب. احنا هنشوف الحلقه بعد ما سجلنا، احنا الفيديو نفسه ما شفناهوش. احنا كانت الدنيا مش مشكله. مش طبعا لو رجع قعد في مصر ان شاء الله وبقينا
نقعد وقت أكتر مع بعض أكيد هنقدر نعمل أغاني تاني إن أكيد الله. إن شاء الله. أطلقتوا ألبوم جديد، هو ألبومكم ألبومكم الثالث، لو تكلمونا عنه أكثر. الألبوم الثالث يعني هو أخذ وقت في التحضير، كان تاكيم أوريدي محضر، قاعد يحضر فيه وقت وكتب أغاني كتير يعني غير الأغاني اللي نزلت في الألبوم، فقعدنا شوية لحد ما استقررنا على شكل الألبوم وشكل عامل إزاي والوقت بتاعه. عايز تقول حاجة عن التاكي؟ يعني هو الألبوم تجربة جديدة علينا إحنا، يعني بدأنا الأول كنا بنغني راب وكده، بدأنا إحنا نعمل حاجات EDM أكتر اللي هي إلكترونيك ميوزك في الألبوم ده، كان تجربة بالنسبة لنا جديدة كنوع مزيكا وأفكار جديدة. نعم. إن شاء الله هنصور منه أغاني الفترة الجاية، لأن إحنا ما عرفناش نصور الفترة اللي فاتت، تعطلنا شوية. نعم. لكن إن شاء الله هنصور أغنية اسمها إيه بوي، مش عارف، احتمال ممكن نوتي بوي أو احتمال نصور ثلاث أغاني يعني، مش عارف. والله إحنا كل ما صورتوا أغاني أكثر كل ما هذا أكيد يسعدنا. أكيد. طيب شباب خلينا الآن يعني في أنماط يعني موسيقى كثير، سواء يعني في مصر أو في يعني دولنا العربية، وفي يعني خلينا نقول انتقادات لبعض أنماط الموسيقى. أنتم بالنسبة لكم كيف تتعاملون مع هذا الشيء؟ أنه في ناس يقول لك والله يا أخي أغاني المهرجان فيها وعليها، وأغاني هذا النوع فيها وعليها. أنتم بالنسبة لكم النوع والنمط الموسيقي، هل فعلا تتأثرون يعني بما يقال ولا ماشي الأمور معاك؟ احنا شخصيا واجهنا انتقادات أول ما طلعنا، صحيح، بنقول كلام مختلف وحاجات جديدة. فهو كل جيل بيطلع بالمزيكا بتاعه. نعم. مش عايز يسمع حاجة ما خلاص ما يسمعهاش، يعني يبعد عنها وخلاص يعني. لكن أنا مع إن أي حد يعمل الفن بالطريقة اللي هو شايفها، واللي عايز يسمع حاجة يسمعها، اللي عايز يسمع حاجة زي ما احنا برضو في أول ما نزلنا كانت الناس كلها بتنتقد المزيكا اللي احنا بنعملها، وكل الصحف والأخبار تتكلم إيه المزيكا الجديدة الغريبة اللي مش زي ده، مش طرب ومش عارف، دي مش أغاني اللي احنا عارفينها. بس دلوقتي حتى الراب، احنا اول ما طلعنا كان الراب لسه حاجه جديده، صحيح، بقى الراب ده موجود في كل الوطن العربي وبقى فن معترف بيه جدا، صحيح، والدنيا فبس. فلا، اي نوع مزيكا جديد اكيد بياخد انتقادات في الاول، بس بعد كده تمشي الحياه لو فعلا حلو يثبت نفسه. صحيح. طيب هل محضرين شيء جديد مع فنان او فرق ثانيه؟ احنا عاملين اغنيه مع هاني الدقاق من فرقه مسار اجباري، كانت المفروض برضه هتنزل برضه الفتره اللي فاتت لكن برضه اتاجلت، فهننزلها شهر 9 برضه ان شاء الله، ان شاء الله برضه نصورها. ده تاني تعاون يعني بيننا وبين مسار اجباري، يعني كنا عملنا معاهم اغنيه اسمها كائن فضائي قبل كده من سنه. طيب ايضا كان لكم يعني اغنيه عن كورونا، احنا ما شاء الله نشوف كل الفنانين غنوا يعني بهذه المناسبه، لو تحدثونا عنها وكيف شفتوا التفاعل يعني؟ هي مش اغنيه، هي كانت توعيه يعني. في بدايه الموضوع كنا حاسين ان الناس لسه مش مصدقه ان في حاجه اسمها كورونا، فحسينا ان احنا دورنا ان احنا لازم نوعي الناس بالطريقه، انتوا بتعملوا ايه، اغسل ايدك، الحاجات دي. فعملناها حتى على لحن الاغنيه المشهوره بتاعت ماكارينا، خليناها كورونا. حلو. طيب احنا نتمنى لكم يعتبر اتمنى ان شاء الله لكم التوفيق، واحنا بانتظار الجديد وفي الالبوم تنصحون يعني باستماع اغاني معينه ولا كل الالبوم انتم اكيد تنصحون فيه كله يعني؟ ريت تسمعوا الالبوم كله على بعض عشان هو مود واحد كده يعني. هو كل اغنيه اغاني بتعجب ناس، ويعني كل واحد هيلاقي اغنيته تمام. شكرا جزيلا، واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله تجونا دبي نستضيفكم بالاستديو باذن الله، وتحياتنا لكل اهلنا في مصر. شكرا جزيلا. شكرا لكم.